كانوا جهود كبيرة من العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية المتعقدة لعودة المسلمين إلى دينهم، لكن كل هذه الجهود تذهب بدلا ولا يعود المسلمون ولا يزدادون إلا سوءا، ومشاكلهم تتأثر عاما بعد عام سواء كانت هذه المشاكل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو وحدوية على أساس من الدين. فما الطريق السليم لعودة المسلمين إلى دينهم؟ وهذا الذي كنا نجنن حوله بارك الله فيكم. لقد ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث العلاج صراحة، ولكن الناس لا يدققون في المقصود من الدين. إذا تبايعت بالعينة، وقد تبايعنا بالعينة أليس كذلك، ونكحنا نكاح التحريم واستحللنا ما حرم الله، فكثير من علماء المسلمين اليوم يستحلون آلات المعاجل، علماء المسلمين فضلا عن غيرهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمشون في لهو الولائد ويصبحون وقد مشكوا قردة وخنازير. إذا سمحت فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إذا تبايعتم بالعين، وقد تبايعنا بالعين وبغيرها مما استحللنا به محرم الله بأدنى الحياة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، فقد أخذنا أذناب البقر ورضينا بالزرع. وهذا طبعا له مجال تفصيل آخر. الرسول عليه السلام مثلا يقول: إن لكل فتنة أمة، وإن فتنة أمة المال. من ينكر هذه الحقيقة النبوية؟ فتنة الأمة اليوم المال، وبعض البلاد الإسلامية التي أنعم الله عليها بالمال وأغرقها في هذا المال بحيث لا تدري كيف تتصرف في هذا المال، وتنسى حق الشعوب الإسلامية الأخرى في هذا المال، قد كان هذا المال فتنة. الشاهد: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أرزاق البقر ورضيتم بالزرع، كل هذا وقع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، قد وقع هذا قبل هذا الوقت، لأنكم تعلمون أن الجهاد قسمين: فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية هو الجهاد في سبيل نقل الدعوة، وهذا ترك من القديم، وفرض العين هو الآن. ها نحن مقصرون في القيام به، كل الأمة الإسلامية آثم الآن. وتركتم الجهاد في سبيل الله، فماذا يكون عقاب هذه الأمة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين، كل الخطباء، كل الوعاظ والمرشدين وإلى آخره يقولون: إنما ذل المسلمون لأنهم تركوا الكتاب والسنة. ولكنك سرعان ما تفهم من هذا الخطيب أنه يخالف الكتاب والسنة. أول من يخالف هو، لماذا؟ لشبهة قامت في نفسه، لانحراف تقر في فكره وعقله، فكان هو من جملة أسبابه هذا الذي أصاب المسلمين. إذا العلاج يقول الرسول عليه السلام: إذا فعلتم هذا وهذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فقل لي يا فضيلة الشيخ، من الذي يدعو المسلمين اليوم كتابة وخطبا ومواعظ وإذا إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل ما اختلفوا فيه بين أنفسهم وبين شعوبهم وبين حكوماتهم؟ هذه الدعوة مثلا التي هي التي تحقق السبب الذي به يستحقون رفع هذا الذل، وهو الرجوع إلى الدين بالمفهوم الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء صحيح كما قلتم يعملون العلماء على ذات اختصاصاتهم، ولكنهم لا يلتقون على كلمة سواء، وهو أن يرجعوا للكتاب والسنة حينما يختلفون. والاختلاف كما نعلم جميعا هو من أسباب الضعف وانهيار الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا يجب على أهل العلم خاصة أن يدعوا إلى الإسلام
الذي كان هو السبب في قلب حياة العرب الأولين وسيكون هو السبب بلا شك والتاريخ يعيد نفسه إلى قلب حياة العرب وسائر المسلمين من هذا الذل إلى العز الذي هو طبيعة المسلمين لله العزة ولرسوله والمؤمنين. فهذا الذي نراه نحن حضر عدم ظهور فائدة هذه الحركات وهذه الدعوات لأنهم باختصار لا يلتقون على كلمة سواء. نحن نغير على الإسلام في حيرة كيف الحرارة؟ هذا هو الطريق. أنا أرى رجال الدين ومن يقوم بالدين من جد المسلمين وقاتل المسلمين لا يحمل له ولا شيء. هذا شيء آخر، نحن يجب أن نعرف الطريق حتى يرجع إلى دين. الدين له مفهومان، مفهوم خاطئ في بعض النواحي فيجب أن يصحح، مفهوم واضح وصحيح فيجب أن يطبق. فأنت دعك من أهل العلم، انظر نفسك هذا الدين الذي عرفته هل تطبقه في نفسك وفي أهلك؟ لا، طبقه. إذن النوع الآخر الذي فهمته خطأ كبعض الأمثلة التي ذكرتها آنفا، وهناك أمثلة أقرب وأمت بحياة أفراد المسلمين بكثير وكثير، فلعني أذكر بعض الأمثلة قريبا إن شاء الله. فصحح هذه المفاهيم وطبقها في نفسك، حينئذ يأتيك المدد من السماء ويأتيك النصر من الله تبارك وتعالى. أما ما دمت أنت وأنا وفلان وفلان ما نفهمه خطأ نصر عليه ولا نرجع في فهمه لما كان عليه السلف الصالح، وما نفهمه صوابا لا نطبقه ولا نحمل أنفسنا عليه، فمن أين يأتي نصر الله؟ الأمر كما يقول العامة عندنا دود الخل منه وفيه، العلم منا وفي أنفسنا. ولكن يجب أن نعرف إذا عرف الطريق الطبيب علة المريض فربما استطاع وصف العلاج، أما إذا لم يعرف العلة فسوف لا يعرف العلاج. أكثر علماء المسلمين اليوم، أقول علماء ولا أعني من دونهم، لا يعرفون علة المسلمين، كلهم مطبقون على القول تركوا الإسلام. ما تركوا الإسلام ولكن فهموه مخلوقا. قلت مثلا عقيدة القضاء والقدر، عقيدة القضاء والقدر حينما فهمها الصحابة انطلقوا في سبيل الله يجاهدون ويبيعون عز شيء لديهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، كل ذلك رخيصا في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم فهموا أن القدر ليس معناه ترك العمل، وإنما على العكس من ذلك أن المقدرات مربوطة بأسبابها. فأنت مثلا إذا عملت صالحا دخلت الجنة، وإذا عملت طالحا دخلت النار، فانقلب هذا المفهوم سياسي لله غفور رحيم. وما هو مكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين، ليس في الإمكان في كتب علم الكلام، ليس في الإمكان أحسن ما كان إلى آخره. فهمنا فكرة القضاء والقدر وهو إيش؟ من شروط الإيمان، من أركان الإيمان، مطلوبا تماما. وما أبدع المثال الذي مثل بهذا الموضوع فيه عمر الخطاب رضي الله عنه، حينما جاء من المدينة إلى الشام فسمع بالطاعون قد نزل في أرض الشام، فعقد مجلسا استشاريا. ماذا تقولون، نقدم على الطاعون أم نرجع؟ فاختلف أصحابه على قوله، منهم من يقول ندخل ونتوكل على الله، منهم من يقول لا نرجع. ولم يستقر رأي عمر على شيء لأن أصحابه اختلفوا، حتى دخل عليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما فهم نقطة الخلاف قال عندي علم من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. فرجع عمر الخطاب لما سمع الحديث، وكان وقافا عند كتاب الله وعند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع طرد سبيله رجل
يمثل أفكار جماهير المسلمين اليوم من هؤلاء الاتكاليين لا المتوكلين. قال له يا عمر أفرارا من قدر الله؟ قال له نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله. وضرب له مثلا على ذلك من أبدع الأمثلة. قال أرأيت إن كان لك ماشية بين عدوتين وادي وكان إحدى العدوتين مخضرة والأخرى مجدبة، أكنت ترعاها في المجدبة أم في المخضرة؟ قال لا كنت أرعاها في المخضرة. قلت قال فأنت إن رأيتها في المجدبة فبقدر الله وإن رأيتها في المخضرة مخصبة فبقدر الله، فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. لذلك هذا عمر الذي فهم هذه الحقيقة لما قال الرسول عليه السلام حين سئل أن هذا الذي يعمل الناس فيه من سعادة وشقاء هل هو بما سبق أم الأمر أدب؟ قال إنما الأمر فيما سبق. قال ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإن عمر أن الله عز وجل بحكمته ربط المسببات بأسبابها وأنه جعل لكل شيء سببا، فما دام الجنة سببها العمل الصالح والإيمان كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا نعمل عملا صالحا، إذا كنا نريد نكون من أهل الجنة نعمل عملا صالحا وإلا فنعمل عملا صالحا. فماذا كان جواب عمر لما قال الرسول عليه السلام يعملوا فكل ميسر لما خلق له فإن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة؟ قال إذا نجتهد. المسلمون اليوم لا يفهمون هذا الزعم، بل مثال حالهم يقول إذا نتواكل، ما دام فريق الجنة وفريق السعير إن كنت من السعداء فلا يضرني العمل السيء وإن كنت من الأشقياء فلن ينفعني العمل الصالح. هذا مثل من يجوع ويعطش حتى يكاد يموت، يقول إن كان الله عز وجل كتب للموت فما في فائدة أكلت أو شربت، هذه مكافرة، لأنه يعلم أن الله عز وجل جعل ترك الأكل والشرب سبب الهلاك والدمار والموت، وبالعكس جعل كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فجعل الماء سبب الحياة، فالذي يترك الأكل بأسباب الحياة يموت، وليس له أن يحتج بالقدر، لأنه من تمام القدر كما أشار عمر الأخذ بأسباب الحياة والنجاة. المسلمون اليوم هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر التي كانت حافزة من السلف الأول على العمل كما سمعت من عمر في جواب للرسول أولا إذا نجتهد، وكما قال المستائل أفرار من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هكذا فهم السلف الصالح. أما الخلف الصالح فعكس هذا المفهوم الصالح إلى أنه ما في حاجة للعمل وإنما هو القدر. إذن نحن بحاجة إلى تصحيح المفاهيم التي أساء فهمها جماهير المسلمين.